مرحبا، انا اليوم موجود بصباط الشيخ بسوق الناصري، راح نزور مع بعض مقهى ثقافي ليوان. هاد سامي وهاي سلكي، في كمان سالي. ليوان مبادرة جريئة بسوق الناصري. ليوان غير القهوة والمشروبات، في برامج ثقافية متنوعة ومنها أمسيات فنية، معارض صور ولوحات لفنانين محليين. سامي عنده حلم، وحلمنا انه كل السوق يرجع يحيا زي ما مرة كان عايش مثل ما الكل بيعرف. ليوان مفتوح كل يوم من الصبح للمساء، وفي واي فاي كمان.